ومدين بهمناش، لكن يبدو انه ديروا بالكم كلمة مدينة حسب اللغة الأرامية القديمة، كلمة مدينة ومدين في علاقة في الاشتقاق. كيف احنا بنقول المدينة اليوم وشو بنقصد في المدينة اللي هي مكان الإقامة والسكنة، مش هيك؟ مقام الإقامة والسكنة والبلد اللي منثوب إله، كل هذا اسمه مدينة عندنا. إلها علاقة مدين بقضية اشتقاق كلمة مدينة حتى في العربية، لأنه ما هي الآرامية قلنا هي بتيجي مشتقة أصلا من العربي، يعني بنت العربية. طيب مدين، إذا قربنا شوي إيش مدين ممكن يكون. مدين إذا هي كأنها كانت مدينة مكان للإقامة، ويعني ويلجأ إلها، وهي يبدو أنه كان محفور جزء منها في الصخور كما هو الآثار اليوم عم بتبين. طيب بس ممكن تكون منطقة مدين واسعة، واسعة يعني وين بتمتد. طيب واليوم بنشوف كثير قبائل بتسكن في أماكن ممتدة كثير، بتكون في مدينة رئيسية وحولها مساحات شاسعة بتنتمي لهذا البلد. طيب وأما شعيب اللي هو الاسم العربي فطبعا ممكن يختلف في اشتقاقه. مثلا بعضهم ممكن يقول انه ممكن هو تصغير لشعب شعيب او تصغير لشعب، الشعب اللي هو يعني الفرج بين جبلين، شعب تصغير شعب شعيب، وممكن على فكرة تصغير أشعب. والأشعب طبعا إيش هو الأشعب؟ اللي هذه المنطقة هو المنكبين مالها متباعد بين الاثنين هذول هيك، هذا الأشعب. إيش ممكن نصغره؟ برضو شعيب أو شعب شعيب أو شعب اللي هو الفرج بين الجبلين. ولكن يبدو لي إذا كانوا لابد بدنا نتبنى في اسمه لاحظوا شعب هذه بقولوا كثير من أهل اللغة إنها من الأضداد. إيش من الأضداد؟ يعني اللي بتحمل المعنى وضده. فلأنه الشيء لما بتشعب، لاحظوا الشيء لما بتشعب يعني زي الشعب، ما هو إيش؟ ما هو الشعب نتيجة تشعب، لأنه كانت الأمم تنقسم، جعلناكم شعوبا وقبائل تنقسم وتتشعب. انت ممكن تنظر لها من هون فتجد معنى شعب، يعني التشعب فيه معنى ايش؟ التفرق، مش هيك؟ طب واذا بنظر لها من هون هيك فيها معنى التجمع، فيها ولذلك من ضمن معنى الشعب في اللغة العربية مثل ما انها بتعني التشعب والتفرق ايضا بتعني التجمع. ولذلك من ضمن معنى الشعب، لاحظوا الأب الذي تنتسب إليه القبائل وتجتمع في نسبها إله، أبو القبائل اللي بينتسبوا إله، لاحظها أبو القبائل اللي بينتسبوا إله وبيجمعهم وبضمهم. ولا يمنع أنه يكون أحيانا يطلق على الشخص هذا مثل هذا الاسم تصغير، قلنا شعيب، مش لأنه في بنوة نسب حقيقية، وإنما لأنه هو رجل يجمع الناس، والناس زي ما تقول إيش يجمع كلمتها ويضمها. وواضح أنه فعلا شعيب حتى لما كانوا بكذبوه شو قالوا له لما كانوا بكذبوه؟ إنك لأنت، شوفوا لأنت الحليم الرشيد، تصوروا بقولوا له إنك لأنت الحليم الرشيد. ليش هو حليم رشيد؟ شو كان دوره في المجتمع قبل النبوة؟ لأنه بعدين كذبوه. فهو يبدو أنه ممكن هو كان لاحظ يجمع كلمة الناس ويضم الناس، تمام؟ وهذا يبدو الأرجح في اسم شعيب تصغير شعب، اللي هو إيش؟ اللي هو ما الأب الذي هو الأبوة. أحيانا شو بتكون زي أبوة إبراهيم عليه السلام إلنا، مش هو أبونا؟ هو يعني أبونا نسبا ولا أبونا في العقيدة؟ وبنرجع له ومرجعيتنا مش هيك؟ فأبو القبائل اللي بنتسبوا له
ويجمعهم ويضمهم اسمه برضو اسمه شعب، مثل ما انه الشعب فيه تفرق فيه، هذا بسموها من الأضداد من المعاني وتصغيرها شعيب. ويبدو انه هذا هو الأرجح في معنى شعيب عليه السلام. طيب،